الحقيقة رحيل ابن الفنان الكبير جورج وسوف كان خبر صعب جدا على ناس كتير بتحب جورج وسوف، وكان فعلا خبر على قد ما هو حزين ومفاجئ شغل حيز كبير من تعليقات المشاهير والناس خلال الساعات اللي فاتت. كلنا عارفين أو اللي بيحبوا جورج وسوف عارفين حبه لابن وديع قد ايه حب استثنائي، حتى ان هو كان مسميه على تليفونه القديس الطيب، حبه ليه كان حب يصل للتقديس، وبيقول عنه دمعة عينه وانه الحنان اللي في حياته. وديع شاب كبر مع جيل المحبين لفن جورج من الشباب، ومن وقتها اصبح ابو وديع. الارتباط ده خلى علاقة ابو وديع مع الجمهور علاقة أساسها الحب، حب الناس لجورج وحب جورج الوديع، وبالتالي الناس حبت ابن جورج وسوف ووديع من حب جورج وسوف ليه، فبقى الحب تلقائي. وزي ما كتب مروان خوري: من ساعات لا عزاء يقال في رحيل الشباب. جورج وسوف كان استثنائي في كل شيء حتى في الفاجعة، الصبر ثم الصبر لأبو وديع وللأم والعائلة. كان جورج يبقى أو كان إحنا شفناه بيغني من أيام في حفلة في السعودية، حفلة رأس السنة، والناس كلها كانت سعيدة بحضوره، لكن هو كان متألم لمرض ابنه. والمشهد ده كان بيختصر حياة الفن، إن الفن مانح للسعادة والجمال حتى لو كان العطاء ده مصدره الألم. رحل وديع أثر مضاعفات بعد إجراءه عملية تكميم المعدة اللي أصبحت شائعة مؤخرا، والبعض بيعتبرها الحل السحري للوزن المثالي. وبعد الفشل وبعد الكفاح في دايت كتير هم بيوصلوا لهذه النتيجة، بيبقوا عايزين وزن مثالي ومظهر مرغوب فيه. احنا عايزين نعرف القصة دي بتحصل ازاي وبتحصل امتى، وتفاصيل كتير عن عملية تكميم المعدة. فمعانا أستاذ من الكبار ومن القامات الكبيرة في مصر وفي القصر العيني، أستاذ دكتور أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة، أستاذ دكتور فهيم بسيوني. بنمسي على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك، وكل سنة وإخواتنا الأقباط ومصر كلها طيبة. كل سنة ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله. إمتى يا دكتور بتكون عملية تكميم المعدة هي الاختيار الصحيح، وإمتى بتكون الاختيار الغلط؟ هو طبعا حضرتك ليها معايير كانت معروفة وتم تعديلها مؤخرا شوية، بيشمل المعايير دي سن العيان ووزنه وقد ايه بقاله في السمنه، وحاول محاولات انه يخس ولا لا، عنده مشكله مسببه للسمنه ولا لا، عنده مشكله نفسيه يعني تعيق انه يتقبل ويتماشى مع العمليه ولا لا، وبعدين يكون متفهم انها عمليه زي اي عمليه لها يعني نسبه من المضاعفات ولها ايضا نسبه من الوفيات.